مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن ألتقي بكم مجددا في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية للصف 11. عنوان الدرس: الأدب في العصر الأموي، الجزء الثاني. عزيزي الطالب، يتوقع منك أن تحقق الأهداف الآتية في هذا الدرس: أولاً، تعدد أهم الفنون النثرية في العصر الأموي، أن توضح السمات الأسلوبية للخطب في العصر الأموي، أن تبين كيفية تطور فن الكتابة في العصر الأموي معدداً أهم رواده، ثم بعد ذلك لنتذكر معاً العصور الأدبية. كما تعلمون سابقاً، تنقسم العصور الأدبية حسب الفترات الزمنية التي مرت بها إلى عدة أقسام، وهي العصر الجاهلي، وعصر صدر الإسلام، والعصر الأموي، والعصر العباسي، والعصر الأندلسي، والعصر الحديث. تحدثنا في الحصة السابقة عن مفهوم العصر الأموي، وقلنا أنه يطلق على تلك الفترة الممتدة زمنياً من سنة 41 هجرياً إلى سنة 32 و100 هجرياً، منذ تولي معاوية بن أبي سفيان الخلافة وحتى عهد مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية. أيضاً قلنا أن الدولة الإسلامية في تلك الحقبة مرت بمتغيرات كثيرة على مستويات عدة، وقلنا هناك مجالات سياسية واجتماعية واقتصادية وأدبية. أيضا في المجال السياسي قلنا مادة اللغة العربية هنا تتكامل مع مادة التاريخ، وخاصة في الحديث عن انتقال حاضرة الخلافة من المدينة إلى دمشق. وتحدثنا في الحصة السابقة عن فنون الأدب، أو الجزء الأول من الفنون الأدبية، وهو الشعر، وتناولنا الحديث عن الشعر السياسي وشعر الغزل والنقائض والزهد. واليوم سنتحدث عن النثر بقسميه: الخطابة والكتابة. النثر في العصر الأموي: أدرك النثر الفني في العصر الأموي مكانة رفيعة لا تقل شأنا عن مكانة الشعر، ولا سيما في الخطابة والترسل. أولا سنتحدث عن الخطابة. جمع العصر الأموي بين أنواع الخطابة التي كانت شائعة في صدر الإسلام، وأنواع جديدة أوجدها تطور الحياة الفكرية والأحداث السياسية والاقتصادية. مظاهر التجديد في الخطابة: الخطب السياسية، والخطب الحربية، والخطب الدينية. بالنسبة إلى الخطب السياسية، كانت استمالة الأنصار، والخطب الحربية استدعتها حركة الفتوحات الإسلامية، وأيضا الخطب الدينية كانت في المناسبات الدينية. السمات الأسلوبية للخطب في العصر الأموي: أولا، استهلال الخطبة بسم الله وحمده وإلا لكانت الخطبة بتراء. ثانيا، توشيح الخطبة بآي القرآن الكريم وإلا لكانت شوهاء. استشهاد الخطيب بشيء من الشعر وأمثال العرب وحكمه. وثانيا، الكتابة: مع اتساع رقعة الدولة الأموية دعت الحاجة إلى إنشاء الدواوين كديوان الرسائل والجيش، وقد رافق ذلك بدء حركة التدوين، فجمعت طائفة من الأخبار والسير والأشعار، وكتبت رسائل في موضوعات شتى. أشهر الكتاب في العصر الأموي: على يد عبد الحميد الكاتب تطور فن الترسل وبلغ غاية بعيدة من النضج، وبدأت الكتابة به حتى قيل: فتحت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد. أعزائي الطلاب، ننتقل إلى هذا النشاط التفاعلي، وأنا سأقوم بالدخول إلى هذا النشاط من نقطة إبدأ، وأنتم ما عليكم إلا أن تقوموا بالدخول إلى هذا النشاط باستخدام هواتفكم النقالة
وتصوير هذا الكود والدخول إلى النشاط والقيام بحله. ندخل إلى هذا النشاط. لدينا المجموعة الأولى الخطبة السياسية والخطبة الدينية والخطبة الحربية. نريد أن نضع كل مسمى بجانب ما يناسبه من هذه المسميات. أولا المناسبات الدينية، هل نسميها خطب دينية أم حربية أم سياسية؟ حركة الفتوحات الإسلامية واستمالة الأنصار. نقوم بالحل معا. الخطب السياسية كانت لاستمالة الأنصار، والخطب الحربية تتناسب مع حركة الفتوحات الإسلامية، والخطب الدينية مناسبات دينية. نرى الإجابة، كل الإجابات صحيحة. نتابع الحديث، ننتقل إلى حل التدريبات. للخطابة في العصر الأموي خصائص فنية، أذكر اثنتين منها. أولا استهلال الخطبة بذكر اسم الله وحمده، توشيح الخطبة بآي القرآن الكريم. من أشهر من احترف مهنة الكتابة في العصر الأموي؟ عبد الحميد الكاتب وابن العميد. أعزائي الطلاب، إلى هنا نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم. لا تنسوا العودة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمدارس الأندلس والإجابة عن أسئلة اختبر نفسك في درس الأدب في العصر الأموي الجزء الثاني. على أمل اللقاء بكم مجددا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.